مرحبا. اليوم انا رح احكي على اجراء اللي هو اكثر شيء مطلوب عنا في العياده. الشيء الحلو اللي نحن دائما بنعمله، نحن بنحب نعمل شويه بنسميه نحن الفيس ليفتنج او الكونتورينج. كونتورينج عاده بنسوي بحقن عده سماكات معينه من الفيلرز، فبنحتاج لعده نقاط، وطريقه الحقن بتكون اما بالكانيولا او ممكن نستخدم الحقن المباشر بواسطه الابره. هيك حالات بنستعمل عده سماكات من الفيلر بعده طبقات. والشيء الثاني اللي ممكن نحن نعمله بالاخر اللي هي مسميها نحن نقاط بسيطه، اما بالمركبات الهيرونيك اسيد البسيطه كنضاره، او كمان سموث ليفتنج يعني بنسميه الشد البسيط بمركبنا الجديد اللي هلا مطلوب كثير هو البروفايلو.